أطلق صباح اليوم الأمين العام لوزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية عبد القادر تجاني كايبرو بفندق ريزيدانسا أعمال الورشة الوطنية حول تحسين مختلف أنواع البذور الزراعية في تشاد. تقرير زميل أرجون محمد أحمد. تعتبر الزراعة هي الركيزة الأساسية لدعم وإنعاش الاقتصاد الوطني في البلاد، لذا جاء تنظيم هذه الورشة الخاصة بكيفية تحسين البذور بأنواعها المختلفة في البلاد. في كلمته الافتتاحية لهذه المناسبة، مدير التعاون السويسري ويلي جراف أوضح أن أهمية البذور الغذائية لأنها تستعمل كمصدر أساسي لإنتاج النباتات المختلفة لصالح المواطنين، حيث أن البذور المتمثلة في ذرة الشامية والقمح والسمسم والفول السوداني والأرز والذرة الرفيعة وغيرها من أنواع البذور الأخرى لها أهمية كبرى باعتبارها مصدر أساسي لغذاء العالم، مؤكدا في الوقت نفسه وقوف سويسرا الدائمة البلاد من أجل مكافحة العراقيل الزراعية في تشاد. بدوره الأمين العام لوزارة الزراعة أشاد هو الآخر بجهود الحكومة التي تبذلها في تطوير الزراعة عبر تحسين مختلف أنواع البذور. فهذه المرحلة الثانية هي يعني مواصلة للمرحلة الأولى التي تمت فيما قبل، يعتبر هو من الأساسيات في العملية الزراعية. كان نحن نتحدث عن التقاوي، هي المرحلة الأولية في أي عملية إنتاج زراعي، فيعتبر أهمية هذه الورشة تأتي في الأهمية التي تعطيها الوزارة لهذا المجال، مجال إنتاج التقاوي المحسنة. إذن أن البذور بمختلف أنواعها لها أهمية كبرى في تطوير الإنتاج الزراعي، وأن استخدامها يحتاج إلى مراقبة جيدة من أجل الحصول على نوعية عالية الجودة من المحاصيل الزراعية.